مشاهدين أهلا بكم إلى التفاصيل. بداية، قامت وحدات الدرك الوطني ببلدية ودغير بحجز 6 قناطير من لحم الدجاج الفاسد وغيره الصالح للاستهلاك مع توقيف صاحبه الذي حرر في حقه ملف قضائي وقدم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية. إطار الوقاية والحضور الردعي في الميدان ضد كل أشكال الجريمة، تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من حجز 6 قناطير من الدجاج الفاسد غير صالح للاستهلاك البشري ببلدية ودغير ولاية بجاية. تعود وقائع القضية على إثر معلومات واردة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بودغير، مفادها مرور شحنة من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك البشري بالمكان المسمى إبوراس بلدية ودغير. على الفور تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، أين تم وضع نقطة مراقبة من خلالها تم توقيف شاحنة غير مجهزة بدون مبرد تنعدم لشروط النظافة المقتادة من طرف مالكها البالغ من العمر 32 سنة ينحدر من ولاية بجاية. بعد مراقبة الصندوق الخلفي المركبة الذي ينعدم لشروط النظافة، تبين بأنه يحمل على متنها 6 قناطير من اللحوم البيضاء دجاج مذبوحة بطريقة غير شرعية غير منزوعة الإحشاء، مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك البشري، كما أنه غير محترم لإلزامية إعلام المستهلك بالوزن، لا يملك أي وثيقة تسمح له بممارسة هذا النشاط، أين تم توقيفه واقتياده إلى مقال الفرقة لمواصلة التحقيق. تم إنجاز ملف القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع إتلاف البضاعة.